للمزيد عن ملف الإعدامات والتجاوزات في السجون الحكومية داخل العراق معنا عبر سكايب من أو عبر الهاتف من عمان الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أهلا بكم دكتور. حياكم الله أخي. دكتور أيمن العاني، هيئة علماء المسلمين قالت إن هناك دوافع طائفية وراء حملة الإعدام الأخيرة الجائرة والتي تأتي في عقاب محاكم صورية. يا ترى كيف يعني كيف الحد من حملات الإعدام بدوافع طائفية في العراق، وخاصة منذ احتلال العراق وإلى الآن على أيدي الحكومات المتعاقبة؟ تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين جميعا. الحقيقة هذا المنهج أو هذا النهج الذي تتبعه الحكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق والحكومة التاسعة هذه منها هو نهج يعني ينسف كل مقتضيات السلم المجتمعي، وهي مكلفة بهذا الأمر من الجهات التي نصبتها والجهات التي جاءت بها وجميع المشاركين في العملية السياسية منذ 2003 وحتى اليوم. الجميع معنيون ب يعني إدامة الفوضى و يعني تعميق الانشقاقات والانقسامات المجتمعية ولا سيما الطائفية منها. وهذا الحقيقة يعني نهج سياسي. المشكلة في العراق أنه هذا هو نهج سياسي تنتهجه الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم، والمطلوب من هذا النهج هو الإبقاء على عدم تمكن العراق من استعادة عافيته وعدم استعادة الاستقرار وعدم استتباب الأمن. وهذا كله حقيقة هو يعني من أهداف هذه الحكومات، بل هي تعتاش على هذا الموضوع لأنها يعني فارغة من الناحية السياسية. لذلك هنالك حاجة لافتعال هذه الأزمات وهذه الحجج والذرائع الواهية التي لم تعد تنطلي على أحد، لكن مع الأسف الشديد من يدفع ثمن هذا النهج هم الأبرياء. طبعا الأغلب هم أبرياء وهم يعني مظلومون، وجرى يعني حتى سلب الحق في الحياة منهم. كم تقدرون بحسب الإحصائيات التي لديكم أعداد المعتقلين بتهم كيدية وطائفية؟ بدوافع طائفية. نعم، منذ 2003 وحتى اليوم نتحدث هنا عن الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحقهم. نتحدث عن قرابة 20,000 شخص منذ 2003 وحتى اليوم. هذا الرقم طبعا مهول جدا، يعني كبير جدا، أكثر من يعني 19,000 من هؤلاء هم معتقلو رأي جرى يعني اعتقالهم وتقديمهم إلى محاكمات تفتقر لأبسط مقومات العدالة، وجرى إصدار أحكام الإعدام بحقهم استنادا إلى يعني حتى الاعترافات التي اعترفوا بها بجرائم لم يرتكبوها، بل كان بعضهم خارج العراق في فترة في مدد حسب طبعا التقارير التي لدينا. الكثير منهم حتى كان خارج العراق في وأوقات التهم التي وجهت إليهم، وهنالك طبعا الكثير لا توجد تهم يعني لم يبلغوا حتى. هل يمكن متابعة أحوال هؤلاء لا سيما وأنهم معرضون للإعدام في أي لحظة؟ أخي الكريم، هي هذه يعني هؤلاء وضعوا في حالة يعني عزلة عن العالم الخارجي بشكل كبير، بل هنالك معاناة يعني مضاعفة ومركبة
حتى بالنسبة لذويهم في حال السماح بزيارتهم أو اللقاء معهم. يعني السياسة والنهج الذي تتبعه إدارات السجون في التعامل مع ذوي المعتقلين حقيقة ينم عن حقد دفين من هذه الإدارات ومن المسؤولين والقائمين على هذه السجون تجاه المعتقلين، ولا سيما نتحدث هنا عن معتقلي الرأي. يعني هنالك مجرمون، هنالك من يعني قتل، هنالك كذا، تجار مخدرات ما إلى ذلك. هؤلاء يعني ينبغي أن يوضعوا تحت القانون، لكن هنالك معتقلي رأي. يعني هؤلاء المعتقلون ليس لهم ذنب إلا أنهم يعني أفصحوا عن رأيهم، طيب عبروا عن هنا رأيهم. طبعا هذا الأمر لا يخفى بالطبع على لجان الأمم المتحدة التي من المفترض أنها تزور السجون وتقوم بعمليات التقييم. يعني لماذا يغيب دور هذه اللجان أو يغيب تأثيرها الفعلي؟ هنا يعني قبل لا أجاوب عن هذا السؤال، بس أريد يعني فقط أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. نعم. طبعا المسألة الطائفية متعلقة بعدة أبعاد، لكن تعلم جنابك ويعلم الجميع أن المقاومة العراقية الشريفة هم من العرب السنة. No. هذه المقاومة الحقيقية التي قاومت الاحتلال، وهذا حق مشروع لكل مواطن يحب وطنه ويدافع عن وطنه في حال تم احتلاله، تم غزوه واحتلاله وكذا. فلذلك الآن ومنذ 2003 هنالك سياسة العقوبة لهذه للعرب السنة، والذين هم يعني نسبة كبيرة من الشعب العراقي تتجاوز النصف، لكن مع ذلك يجري تغييبهم، يجري يعني إظهارهم بنسب مجحفة حقيقة. هذا كله من ضمن سياسة العقوبة، وهذا طبعا ما يعني حتى تحدثت عنه يعني قيادات سياسية سواء من أمريكا أو بريطانيا أو ولا، ويعلم يعني تعلم جنابك ويعلم المشاهدون أنه محافظة الأنبار لها السبق في ذلك ولها عراقة في يعني مقاومة الاحتلال. وطبعا لا سيما هنا نتحدث عن الساكنين في منطقة أبو غريب، وأكيد طبعا يعني الذين كان لهم يعني الموقف الواضح من الاحتلال وكان لهم. فلذلك يعني هنا هذه سياسة من العقاب الجماعي. أما بالنسبة للسؤال ومتابعة هذه الملفات، حقيقة الأمر هذا يعني هذا يحتاج إلى إرادة سياسية، وهنا نتحدث يعني هذه الإرادة السياسية حتى تكون موجودة ينبغي أن يكون قبلها حسن نية. فهي لا يوجد حسن نية بالنسبة لحكومات الاحتلال المتعاقبة، بالعكس هذا يعني هؤلاء يعتبرون من أعداء أعدائهم، وبالتالي لا توجد طبعا إرادة سياسية. شكرا بهذا دكتور. الاتجاه الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. شكرا جزيلا لكم.